احنا بنبذل جهد كبير جدا لاعاده تاهيل مسبيرو بالشكل اللي هو ينطلق بيه، بحيث ان هو يقوم بدوره وهو عنده امكانيات ضخمه كتير، بس يمكن يكون محتاج ينظمها. بس انا عايز اقول ان معظم اللقاءات اللي بتتم فعلا مع التلفزيون المصري، وانا اقدر اقول ان مبقاش النهارده نقدر يعني ما نقدرش نفرق بين قنوات وبعضها البعض. لكن انا معاكم للاستاذ سحر في ان احنا دعمنا للتلفزيون المصري يزيد، ده صحيح، وان احنا يطلع التلفزيون بالتوب الجديد مسبيرو بالشكل الجديد، ده صحيح.